السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي سامحوني على هالغياب، صار لي زمان ما طلعت وعملت فيديوهات، بس كان والله في شوية أمور وشوية أشغال لهذا السبب ما عم نحسن نعمل فيديوهات. كنا هلأ رجعت لكم إن شاء الله، واليوم رح أحكي عن تجربتي مع شركة الطيران تبع ريان. تمام، اكيد كل الناس اللي بتسافر وتروح وبتجي عندها فكره عن هالشركه، بس في ناس هلا مثلا بتحتاج انه تطلع تسافر من جديد او كذا، فبتحتاج انه تطلع بشركات طيران، بشوفوا وين الشركات الطيران الجيده، اسعارها بتجي ارخص وانسب واحسن. فرح احكي لكم تجربتي عن شركه ريان. حبايبي كل من جديد عم يشوف فيديو عندي بالقناه، من فضلكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات والعالم تستفاد منه. ما راح طول عليكم، يلا خلينا نبلش. هلأ رح أبلش وأحكي لكم عن طريقة الحجز عن طريق البرنامج تبع شركة ريان. تمام، هو برنامج بتنزل عنا على الموبايل، رح أورجيكم هلأ بالفيديو كيف طريقة الحجز وكيف الأمور بتصير عندهم. هلأ يلي بيحب يحجز عن طريق شركة ريان، هلأ في برنامج ريان، هي الشركة وبتفوت انت بك تحجز مثلا على شركة ريان، بتفوت عن طريق هذا البرنامج بتلاقي في بلاد معينة، يعني في بلاد معينة فقط بتحسن انك تحجز منها عن طريق برنامج شركة ريان، يعني ما في على كل البلاد. تمام، فالواحد اذا بده يشوف على كل البلاد انا بنصح ببرنامج بوكينج. هذا البرنامج راح اعمل عنه فيديو ان شاء الله مرة تانية بشرح عنه كيف الواحد بيحجز، وفي كتير خيارات وممتاز. انا البرنامج مجربه ممتاز، جماعة ما في عندهم نصب، ما في عندهم احتيال، امورهم جيدة. تمام، في انا حجزت تذاكر طيران عن برنامج تاني اسمه اوبودو. تمام، هذول الجماعة بصراحة طلع في عندهم نصب، في عندهم احتيال، يعني في شغلات صارت عندهم انه بتفاجأ بعد ما حجزت تذاكر الطيران انا وخلصت، بتفاجأ بعد شهر انه ساحبين مبلغ من بطاقة الماستر كارد تبعي من دون موافقتي. يعني في عندهم لعب انه بيحسن يفوتوا يسحبوا من بطاقتك المبلغ اللي بدهم اياه، وساحبين كانوا انه اشتراك سنوي، انه انا على اساس مشترك عندهم اشتراك سنوي وانا ماني مشترك عندهم اشتراك سنوي. المهم ما راح نفوت بهي القصة، راح نقولكم هلا شلون طريقة الحجز عن طريق برنامج البوكينج. هذا البرنامج بنصح فيه انا، بنفوت على برنامج بوكينج، نحن بدنا نحجز طيران، بنقول له هون فلوجا. تمام، هاي الطيران بكبس عليها. هلا خلينا نختار رحلة. هلا شركة ريان اكثر شيء بتشتغل على عمان، تمام، يعني كتير في لها رحلات على عمان، فراح نحط هلا نحن هون من مطار هامبورغ محطوط. تمام، بدنا نروح مثلا على عمان، نكبس هون بنقول له عمان، وبيعطينا الخيارات لكم عمان، فلوك هافن، كوين أليا، مطار الملكة أليا. وبعدين هون بنعمل له بحث. هلا هو عم يعمل بحث هون، بده يعطيني الشركات يلي بتروح على عمان وشو العروض يلي موجودة عندهم. تمام، هلا هاي هون عنا أعطاني العروض، شايفين؟ ب50 يورو، 61 يورو، 61 يورو، كل ما بتنزل كل ما بيرتفع السعر. طيب شو الفرق بين هدول كلياتهم؟ هلا فرجوا شو كاتبين عنه هون. كاتب انه هون في انتسفانسشتوندي 24 ساعة، مدة الرحلة 24 ساعة و20 دقيقة. بس في عنا تواي ستوبس، تمام، اللي هو عنا اثنين ترانزيت، تمام، في عنا تبديل، في عنا تبديلين، يعني مدة الرحلة 24 ساعة فيها تبديلين، رح نكبس عليها. هون عم يقول لك انه بدك تطلع من مطار هامبورغ تنزل على مانشستر. تمام، تنزل بمانشستر، عندك هون كاتب لك اوفنتهالت ام فلوك هافن 6 ستوندي، عم يقول لك انه في عندك انت هون انتظار بمطار مانشستر 6 ساعات. تمام، 6 ساعات. هلا انا هلا بقول لكم شو المساوئ تبع شركة ريان. تمام، بس خليني اشرح لكم خطوة خطوة. المهم عنا 6 ساعات، بعد 6 ساعات عم يقول لك من مطار مانشستر بتطلع الساعة 6:30، تمام، على بودابست، تطلع على بودابست.
من بودابست كمان قاعد بيقول لك هون أوفنتهالتس أم فلوك هافن 9 ستوندة ون 10 مينوتة، يعني عم يقول لك انه هون في عندك انتظار بمطار بودابست 9 ساعات و10 دقائق تمام، بعدين تطلع من بودابست على عمان. طيب نرجع لورا نحن وحدة، انا ما بدي كتير 24 ساعة، شو 24 ساعة انا بدي روح انتظر كتير، فانا بدور على رحلة يكون فيها وقت اقل وانتظار اقل، فبنزل لتحت انا مثلا شايفين مكتوب هون 24 ساعة 23 ساعة 23 ساعة، وكاد بيكون هون في توقفين ترانزيتين. طيب شوفوا هاي مدتها 10 ساعات، شايفين مدتها 10 ساعات 15 دقيقة، فيها انش توب، فيها ترانزيت واحد بس، بس سعر التيكت هون صار 133 يورو تمام. فنحن منفوت عليها منشوف شو نظامها هاي الرحلة، بدنا نطلع من مطار هامبورغ، بس ما رح نطلع على شركة ريان من مطار هامبورغ، نطلع على شركة ليكا اسمها أورو فينكس تمام، هي شركة طيران اسمها أورو فينكس تمام، شركة أوروبية شكلها هاي. قالي لك انه بيطلع من هامبورغ على فيينا تمام، وحطي لكم كمان أوفنتهالتس أم فلوك هافن في رشتوندي كمان 4 ساعات انتظار بمطار فيينا، بعدين من فيينا على عمان. هي ممتازة يعني، فيها ترانزيت واحد، فيها انتظار 4 ساعات ما بتحس فيهم يعني 4 ساعات أصلا. إذا بتعمل أنت تشيك إن وتسلم الشنطة تبعك بدك تروح قبل بساعتين على التشيك إن مشان تسلم، فعندك أنت فعليا انتظار ساعتين بس بالمطار. المهم فأنت هون بتحجز اللي بدك إياه على 24 أوز فيلن، بتحجز هون ما راح فوت بهالتفاصيل أنا هاي. بعد ما تحجز أنت بشركة ريان تجيك بقى التذاكر، تجيك الأمور كلياتها لعندك. طيب خليني أطلع هلا أنا وقلكن شو المساوئ اللي واجهتني مع شركة ريان. هلأ رح قلكن على أول سلبية بهي الشركة. أول سلبية بشركة ريان أنك أنت حجزت مثلا ترانزيت، بدك تروح في عندك مثلا تبديل أو تبديلين ماشي، لنقول عندك تبديلين، أنت وتتروح على المطار بتطلع مثلا من هامبورغ بتوصل على مثل ما حطونا على فيينا، بدك ترجع ترد تستلم الشناتي من مطار فيينا، تستلم هون بتخلي معك الشناتي بتقعد لتجي الطيارة الثانية، بدك ترد ترجع تعمل مرة تانية تشيك إن وتسلم الشناتي لشركة ريان، بياخدوا الشناتي. إذا بياخدوك مثلا عندك انتظار تاني في بودابست كمان، بس توصل على بودابست كمان بدك تاخد الشناتي، نزلهم للشناتي من تستلمهم من الباجاج تمام، وتقعد تستنى لتيجي طيارتك الثانية وترجع ترد تعمل تشيك إن وتسلمهم تمام. هلا هاي الفكرة إنه ليش عم يعملوا هيك؟ مشان يجيهم مصاري كتير، لأنه أنت كل تشيك إن تعمله تمام بتدفع عليه مصاري. كيف يعني تدفع عليه مصاري؟ هلا أنت بس تحجز بشركة ريان بيبعتوا لك مع بعد تحجز تيكت إنه أهلا وسهلا فيك حجزنا لك تيكت ومشي حالك أمورك بخير، بيقولوا لك لازم تعمل تشيك إن. هذا التشيك إن بتفوت أنت وقت اللي بدك تعمله بتفوت، يخلوك اجباري انك تختار كرسي بالطياره، انت بتختار الكرسي اللي بدك اياه، وين الكرسي بدك اياه بالطياره، بتحدد انه بدك رقم الكرسي هذا مثلا تمام. هون وتحدد انت رقم الكرسي هذا يخلوك اجباري تدفع 8 او 9 يورو مشان هذا الحجز تبع الكرسي، وانه انت بدك تعمل تشيك ان. اذا انت ما اخترت كرسي وحطيت رقم للكرسي ما بيخلوك تعمل تشيك ان. طيب انت يا اخي قلت انا ما بدي اعمل تشيك ان اونلاين، بس اوصل على المطار هن بيعملوا لي تشيك ان. لا ما بنصحك. ليش؟ لانه اذا انت بتروح على المطار ومالك عامل اونلاين تشيك ان بالمطار بيدفعوك شركه ريان بتدفعك 55 يورو تمام، لانك انت مالك عامل اونلاين تشيك ان. فبتروح لعنده بتقول لهم انه اعملوا لي تشيك ان، بيقول لك ليش مالك عامل اونلاين تشيك ان؟ بتقول لهم انت انه انا مالي عامل، بيقول لك ايه ما في مشكله، اذا مالك عامل نعمل لك نحن هلا بس بتدفع 55 يورو تمام. فانا بنصح كل الناس وقت يحجزوا يعملوا تشيك ان احسن اونلاين، لانه بيدفعوا بس 8 يورو، اما اذا ما عملت تشيك ان بدك تدفع 55 يورو بالمطار تمام. هي اول سيئه، انه مثل ما قلت لكم كل الترانزيت بدك تنزل شناتيك تستنى تحطهم معك ليجي موعد الرحله الثانيه. هي سيئه. في شركات طيران ثانيه لا مو هيك، في شركات طيران ثانيه بتروح انت بتحجز مثلا مع نفس الشركة من هون لعمان مثل ما حطينا مثلا، في عندك ترانزيتين، الشناتي بتضل موجودة بالباجاج، بس تجي الطيارة تبع رحلتك هن بقى بيحملوا الشناتي، بس انت عليك تروح تعمل تشيك ان تمام. ف
فهي يعني هي شغله سيئه بشركه ريان. اثنين، اغلب الشركات الطيران الثانيه وقت بتروح انت على المطار اذا كان معك وزن زياده ما بيدققوك ولا بيقولوا لك انه مثلا معك وزن مثلا 3 4 5 كيلو 6 كيلو، ما بيدققوا، ما بيقولوا لك انه في معك وزن زياده لازم تدفع عليه. ليش انا عم اقول لكم هيك؟ لان انا طلعت مع شركه ثانيه اسمها فيتس، يمكن اسمها فيتس، اي على ما اعتقد شركه اسمها فيز او فيتس. مهم، هي الشركه الثانيه طلعت معها بنفس الرحله تبعيها، بس كان عندي ركبه طيران بشركه فيتس والترانزيت الثاني مع شركه ريان. بشركه فيتس كان معي 20 كيلو زياده بالشنطه، 20، تخيلوا، يعني انا حاطط 20 كيلو ومعي 20 كيلو زياده، يعني 40 كيلو. ما طلبوا مني ولا ليره، لا قال لي لازم تدفع على الوزن الزايد ولا حكى شيء. اخذ الشنطه، ختم لي، قال لي الله معك. وصلنا على شركه ريان، شاف الشنطه، قال لي الشنطه فيها 20 كيلو زياده، اوكي معه حق، ياخذ، ما في مشكله، ياخذ مصاري. شوت لحالي، قلت لحالي انه حقه لانه انا معي وزن زياده، ما في مشكله، بس شركه الطيران الاولانيه ما اخذوا مني. المهم اي ما حطك دفعوني عليهم لهدول ال 20 كيلو زياده، دفعوني عليهم تقريبا 66 يورو. هي اول لعبه، انه لعبتهم بالوزن الزايد، وتروح انت تكون في معك وزن زايد، صعيد تكت اشتريته انت رخيص من عندهم، بس بيطلعوا ربحهم بالوزن، يعني بينبسطوا بيجي معه واحد معه وزن زايد بينبسطوا انه هذا معه وزن زايد، خلاص هلا بدنا نخورفه تمام. فبيدفعوك على الوزن الزايد، ان شاء الله معك كيلو، تعرف شو الكيلو؟ كيلو، اذا معك كيلو بيقولك لازم تدفع عليه. قديش على الكيلو بياخدوا؟ بياخدوا 11 يورو على الكيلو. فانا هي سيئه تانية موجوده بشركه ريان، شركات تانية ما بيدقوا عادي. فانا بنصح كل مين بده يحجز على شركه ريان يطلع على الوزن يلي موجود معه. يعني انت اخترت وقت الحجز انت بالطياره، وانت اخترت انك انت تاخذ معك 20 كيلو، خذ معك 20 كيلو على القد، لا تاخذ لا زياده ولا نقصان، لانه كل شيء زياده بيدفعوك عليه، تمام؟ ما بيمرقوا، كل شيء زياده بيدفعوك عليه، ومستعدين يلغوا لك رحلتك وترجع اذا ما دفعت ولا يمرقوك، بس انه بتدفع وزن زايد. فهي سيئه كتير، مزعجه، وكتير عانينا منها، وكتير ناس انا شفت وقت كنا بالحجز عانوا منها. يعني طيب شو السيئه الثالثه؟ السيئه الثالثه انك انت اذا طلع معك وزن زايد، تمام، وجيت انت بدك تدفع، بيقول لك اوكي معك وزن زايد بدك تدفع، تقول لهم اوكي ماشي، بتطلع مصاري انت تدفع، بيقول لك احنا ما بناخذ كاش. شلون ما بتاخذوا كاش؟ ما بناخذ كاش. طيب شو بدكم؟ بدنا ماستر كارد، لازم يكون معك ماستر كارد. طب افترضوا الزبون اللي طالع معكم الطياره ما معه ماستر كارد، منين بده يجيب لكم ماستر كارد؟ معه الزلمه كاش، كيف بده يمشي اموره؟ معقول انتم توقفوا له رحلته لانه ما بتاخذوا انتم كاش؟ فشو هالمنطقه؟ انا ما بعرف، يعني ما بعرف شو السياسه تبعهم الغشيمه، يعني انه واحد طالع معكم مسافر، مو رايح بالباص ولا رايح من 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 انل، مسافر من بلد لبلد، اذا اجى معه وزن زايد وبده يدفع كاش ما بتاخذوا منه كاش؟ فغريبه يعني في هي الشغله بصير شركه ما بياخذوا كاش. انتبهوا، كل مين بده يطلع على شركه ريان لازم يكون معك ماستر كارد. اذا ما معك ماستر كارد وطلع معك وزن زايد ما بتحسن تدفع الا عن طريق الماستر كارد، تمام. سيئة رابعة، بتطلع على الطيارة، انت بتقعد بالطيارة، صراحة الكراسي ما لها مريحة، كراسي هيك جالسة وظهرك بيضل واقف هيك مشدود، وكراسي يعني ما لها مريحة، بتقعد ما لها مريحة الكراسي. المهم انت قاعد بالطيارة، طايرة الطيارة بالجو، بتلاقي عم يجي عربيات، هن عاملينها مخصصين للطيارة، عربيات عم تدور على الركاب وتبيعون بسكوت، شيبس، برينجلز، شغلات هيك، كروسان، القصص هي بيع، يعني بتلاقيهم ماشيين بالطيارة عم بيبيعوك بيع. شركات طيران تانية بتعطيك وجبة، بيطلع لك وجبة شو ما كانت، ان شاء الله بتكون كروسانة وانينة مي، بيطلع لك وجبة. لا هدول لا، بيقولك بتحسن تاخد كذا وكذا وكذا بقيمة 10 يورو، تمام، هن ما بيطلعهم كلهم 2 يورو تحت لو انت شاريهم، عرفت علي كيف؟ بالإضافة بتروح على باية الأكل، تجي على باية تانية فيها بارفان، عم يبيعوا بارفان كمان بالطيارة، بيمروا عليك أنه بدك بارفان والقصص هي. فهي يعني بصراحة ما شفتها بشركات، يعني ما بشفتها بشركة طيران تانية.
لا والله حرام عشان ما يصير كذب، شفت هاي الشغله بشركه طيران فيتس اللي طلعت فيها الاولانيه، كمان نفس الشيء، اجت على باي اجت عم تعطيني اكل اكل تفضل وكذا، لحالي يعني عم يضيفوا بالطياره، بعد ما خلصت قالت لي اوكي 10 يورو، قلت لها يعني هدول عفوا مو من ضمن الحجز، قالت لي لا 10 يورو، قلت لها اوكي ما في مشكله دفعنا. فانه يعني في شغلات غريبه يعني بصراحه عندهم الشركه الطيران ريان. فهي بصراحة كانت تجربتي مع شركة ريان، انه جماعة بيعطوك تيكت بسعر رخيص، تمام تاخد تيكت انت بسعر رخيص بس بيعوضوها معك بشغلات تانية، يعني بينبسطوا وقت انت بتكون غلطان مالك عامل تشيك ان، فورا بيدفعوك 55 يورو، بالاضافة انه معاملتهم مو جيدة صراحة، معاملتهم مو جيدة، يعني بتقول عندهم تحس حالك فايت على ما بعرف يعني فايت على مكان ما بعرف شلون، انه معاملته مو جيده بصراحه يعني. فنصيحتي الاخيره يلي بده يسافر بشركه ريان، بدك تحجز احجز انه يكون معك وزن على الأد، لانه انت الحجز وبتحجز يكون سعر التيكت مثلا 50 يورو، تجي انت بتضيف شنتاي 20 كيلو بتلاقي الحجز صار 100 يورو، يعني الشنتاي بيقعدوا عليها 50 يورو، تخيل انه ليش بيقعدوا على الوزن زياده كتير يعني، فبيطلعوا هي بهي. فنصيحتي انه خود على الأد 20 كيلو، ودك تحجز حجز انه يكون معك، اذا في معك هاند باج حجز بالحجز انه يكون في معك هاند باج، تمام، بالاضافه انه ما يكون معك وزن زياده، هاي نصيحتي بشركه ريان. اما اذا طالع ومعك وزن زياده شركه ريان صراحه ما بنصحك انك تطلع فيها، يا اما اذا معك وزن زياده انت وقت الحجز بيكونوا حاطين لك انه كم شنتايه معك، شنتايه تنتين ثلاثه، قديش وزنها، قديش معك وزن انت، احجز فر مره انه انا معي وزن كذا وكذا وكذا، عشان وقت تروح على التشيك ان ما يدفعوك، ياخذوا الشنات فورا يحطوها ويقول لك الله معك. تمام حبايبي، والله بصراحه يعني حبيت انبهكم على هالمواضيع اللي صارت بشركه ريان، مشان اللي حابب يطلع على شركه ريان ويحجز يعرف شو ترتيب هي الشركه. بتشكركم لحسن المتابعه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، بتمنى انكم تشتركوا بالقناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.